أشرف اليوم الاثنين وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على تدشين الجناح الخاص بفرقة كوموندو الضفادع البشرية لجيش التحرير الوطني، وذلك على مستوى قاعة العرض بالمتحف الوطني للمجاهد. وبالمناسبة كد ربيقة أن هذا التدشين جاء بعد منح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عهيد للمجاهدين عبد الله دباغ وعثمان دمرجي آخر أعضاء فرقة الضفادع البشرية التي شكلت نقلة نوعية في مرحلة الكفاح المسلح. من جهته أكد المجاهد عبد الله دباغ أن هذا الجناح الخاص تشريف لمسيرة فرقة الضفادع البشرية. التغطية لإيمان طبيب. يأتي هذا التدشين لهذا الجناح الهام الذي يجسد مرحلة هامة من مراحل ثورة التحرير المباركة. يأتي بعد تقليد السيد رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني وسام رئيس الجمهورية برتبة عهيد للمجاهدين البطلين عثمان دمرجي وعبد الله الدباغ. فانطلاقا من هذا وعدنا أن يتم تخصيص جناح بالمتحف الوطني المجاهد، واليوم نقف على تجسيد هذا التعهد حتى ننقل هذا الإرث الجماعي للجزائريين والذي يجسد حقبة هامة في فترة الثورة التحرير المباركة. هذه مبادرة تشرف الجزائر كلها. علاش؟ على خاطر الأجيال نتاعنا عندها ما تدرس، عندها ما تعرف، عندها ما تطلع. هذا هو الهدف نتاعنا باش الاجيال اللي جايه، باش الفلومبو اللي كان في دان عطوه لهم في يدهم هما باش يحافظوا عليه ويبينوا يعني بلي الجزائر كانت قوه 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 جيدة يعني. والحمد لله نجحنا. حبوا الجزائر كما احنا حبيناها، ها هو الهدف نتاعي، ها هو الرساله نتاعي، حبوا الجزائر.